كنظن المقابله اليوم كانت رجعنا للقوله اللي ملي كتضيع كتستقبل، فالوقت اللي ضيعنا عده فرص للتسجيل جاتنا اصابه اثراء خطا اللي غعطينا درس مره اخرى. الوقت اللي قبطنا المقابله عاود جاتنا اصابه ثانيه، ضيعنا عده فرص، ولكن كاداء جماعي حنا مرتاحين ليه. المفروض نتناسوا هذه المقابله اللي غناخذوا منها عده دروس اللي غادي نصلحوا فيها هاد اللاعبين هادو ان شاء الله، باش نفكروا في المقابلات القادمه بنفس الجديه، ولكن نتبعدوا على الاخطاء اللي خصنا، اللي يعني ما بقاش نعودوها في مقابلات بحال هذه.